من الذين قد خرجوا من شهر رمضان وقد غفرت ذنوبهم جميعا. كما نبارك للأخوة في القناة الكربلائية الفضائية ولادتها الخامسة وإطفاء شمعتها الخامسة، ونبارك للأخوة الكادر في تلك القناة، ونبارك تلك الجهود الجبارة التي بنوا هذا الصرح وقاموا بهذه الجهود الجبارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا ويوفقنا ولما فيه الخير والبركة والرحمة، والحمد لله رب العالمين. نهنئ الأمة الإسلامية والمراجعنا العظام بحلول شهر رمضان المبارك، أعاد الله على الجميع بالخير والبركة والعافية. كما وأننا نهنئ المحطة الكربلائية الفضائية بعيدها الخامس، ونشكرها على ما تقدمه لنا من برامج ثقافية ودينية، وتجعلنا وتحسنا وكأننا في بلادنا، وخاصة عندما تكون بما تقوم به من برامج عند مقام الإمام الحسين عليه السلام. وأعيد وأكرر، نهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاد الله على الجميع بالخير والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا الشهر الفضيل، شهر البركات، شهر الرحمة، شهر الصيام. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بحلول هذا الشهر الشريف المبارك، وأسأل الله أن يمن عليهم باليمن والبركات والخير والسعادة والرخاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي نفس الوقت نرفع أزكى آيات التبريك والاحترام إلى مقام الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى وفرجه الشريف في هذا الشهر الشريف، وأسأل الله أن يجعلكم ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وأن يمن علينا وعليكم برؤيته الكريمة الفاضلة الرشيدة الحميدة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونبارك للأخوة في قناة كربلاء الفضائية المجاهدة الكريمة في الذكرى الخامسة لتأسيس هذه القناة الرشيدة، وأسأل الله أن يجعلهم دائما مباركين بحق الخمسة، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، نهنئ صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية ومراجعنا العظام بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير والبركة والصحة وراحة البال إن شاء الله. وأهنئ قناة كربلاء بمرور 5 سنوات على افتتاح القناة، والله يزيدهم أكثر وأكثر، وإن شاء الله تكون قناة خير وبركة على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. بهذه المناسبة نحن نبارك للأمة الإسلامية في كندا وأمريكا وجميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك، أحله على جميع المؤمنين والمسلمين بالخير والبركة. ونحن في هذه البلاد طبعا محتاجين لأي نصيحة دينية واجتماعية، وكانت من أهدافنا أن نرسخها بأولادنا في هذا الوطن المغترب. كما نشكر قناة كربلاء الفضائية التي أشرفت على هذا العمل العظيم الذي تشوفه في الغربة، وبمناسبة حلول 5 سنوات على إقامة هذه القناة الفضائية التي كان لها إنجاز عظيم وتأثير وفعالية كثيرة في بالجالية الغربية بكندا وأمريكا وجميع أنحاء العالم. فنحن نرجو من الله تعالى أن يعود عليكم هذا الشهر بالخير والبركة. ومرة أخرى نبارك لقناة كربلاء الفضائية بال5 سنوات، وإن شاء الله أقبال المليون سنة، وجعلنا من أنصار أهل البيت عليهم السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، بعد ما تابعنا وأيضا استمعنا إلى هذه المشاعر من المواطنين